أهلا دكتور. هلا بيكم، هلا هلا. ايش قد عددكم مجموعة؟ دكتور 23 طالب. هسا دخل تقريبا 10 بعدكم. إن شاء الله دكتور 5 دقائق هم كلهم ينضافون. اكو واحد من الطلاب كتب اسمه جالكسي جي 7 كور، ما مكتوب اسمه، خليه يكتب اسمه الصريح. طلاب، واضحة الصورة؟ نعم دكتور. راح نعرض الكمية شوية. يلا هسا طلعت واضحة، ما هالشكل؟ ايه عاشت لك دكتور. ايه، انتم يعني كطلب الصف السادس شوية الافق اللي نعطيكموه بالهيستوري والاكزامينيشن يعني بينه حبكة اكثر من الصفوف اللي مثلا خامس رابع ثالث. فيجيكم مريض مثلا، انت يجيك مثلا بالامتحان مريض لون كيس، يعني حاله طويله، يجي المريض توشع بطنه ويغمي، يعني ايش عنده؟ ابدومينال سويلنج. فشلون تفكر انت وشلون تصل الى النتيجه وش راح تعمل انفستيجيشن وايش الاسئله اللي تسالها وايش تعمل فحوصات حتى تصل للتشخيص وبعدين العلاج. العلاج هذا بالاخير بعدين واحد، انتم يعني بتتخرجون بصراحه يعني العلاجات تعرفون عنه شيء بس ما مسؤولين عنه، يعني مقيم دوري ما يكتب علاج، المفروض المقيم الأقدم أو الأخصائي أو الاستشاري أو السينيور هاوس أوفيسر نسمينه أو ريجسترار، هذول يسمونه عند الإنجليز، أو كونسلتنت، هذول اللي يكتبون العلاج والمقيم الدوري يتعلم منهم. بس أنت كمرحلة صف سادس يجب أن تعرف الملامح العامة مع العلاج، يعني أبو السكري تعرف إيش تعطينه، اذا واحد هايبوغلايسيميا، اذا عنده مثلا ابيليبتيك فيت مثلا الانترافينوس دراج ايش هي، اذا مريض عنده ساينوسيس ايش الامرجنسي ميجرز. فبصراحه واحد يعني يحاول يركز على التريتمنت المستعجله، يعني الامرجنسي كلش مهمه هاي، لان يعني يجوز انت مثلا يجيك واحد حاله خطره جدا وما معك احد، ايش تعمل انت؟ تنتظر وتخبر؟ وهذا يجوز يجي مريض عنده هايبوتنشن اخلي له انترافينوس فلويد، الاخ يقول لك انا سكري وضغط انسولين وما كنا كتو الصبح ما تغيرته، نزل السكر راسا اخلي له جلوكوز ووتر. زين الاخ عنده فيفر مثلا ونيك ستيفنيس، هذا راسا اعطي له انترافينوس كلافوران انتي بايوتكس. الاخ عنده مثلا ريتينشن اوف يورين، زين يجوز يحتاج له كاثيترايزيشن. الاخ عنده مثلا بليدنج، خلي له انترافينوس كانيولا واعطينه فلويد لحين ما حضر له الدم. فيجب ان تعرف الخطوات الاساسيه بعلاج الحالات الطارئه. هسه نجي ابدون من السويلنج، ويجيكم حاله بارده نحن نسميها كولتس، شلون راح نتعامل معها؟ هذا مثلا جاك مريض عمره 50 سنه قال لك انا عندي هاي الوغم ببطني 3 شهور، يعني presented with swelling for the last 3 months. يعني شنو chief complaint مالته؟ مكتوب هوني swelling of the abdomen for the last 3 months، يعني عنده ورم بالبطن لمده 3 اشهر. انت يعني لما تبدي تسال الاسئله مالتك مال الهيستوري لازم تحضر الذهن مالتك، ايش راح اساله؟
وبيش راح افكر الديفرنشال دايجنوزيس فتراي تو فايند ذا كوزز اوف ابدومينال سويلنج اللي هي معروفه عندكم الاوبيسيتي واحد فات جين ابدو يعني كثير جماعه يجي يقول لك اشعر بطني ويرمي تفحصه ما عنده اسايتس ما عنده غازز يطلع يابا اقول له هذا ترى السبات دهنيه بجدار البطن هذا شحوم يعني مخزونه الاخ يجيك اسايتس احتمال هذاك يجيك مريض عنده غازيس سويلين يعني غازز جوز انتستانال اوبستراكشن زين واحتمال بريجنسي بالفيمه فهذه احنا لما نسال الاسئله حتى نخلي بالنا الاشياء الحقيقه يعني بالحالات المرضيه نجي يعني كحالات مرضيه ما علينا من البريجنسي والفاتي ابدومين الموست كومن كوز هو اوف ابدومينال سويلينج هو اسايتس فالديفرنشال دايجنوزز احنا جينا على الاسايتس يعني وجود فلويد whatever the type of fluid inside the abdominal cavity surrounded by the peritoneum. تفكرون عندنا نفكر cirrhosis of the liver يعمل ascites. Congestive heart failure تعمل ascites. Disseminated abdominal malignancy يعني واحد عنده CI stomach أو cholangiocarcinoma أو carcinoma of the ovary أو uterus مثلا pelvic organs. أو كولون ممكن يصير عندنا abdominal malignancy تعمل لنا الأسايتس إحنا هذه يعني بالنسبة للsystemic causes يعني مثلاً الهارت الكيدني الليبر بس أكو local causes يعني مثلاً tuberculosis كثير عندنا نحن نوبات يجيك مريض يقول لك أنا صار ثلاثة شو بطني على التوأم insidious onset وعندي fever وما عاد أكل زين وعندنا بالعائلة حالات من التدرن وانا قبل كنت انصبت مثلا بتدرن بصدغي زين فاحتمال هذا ابدومينال تيوبركلوزس يعني تي بي از ون اوف ذا كوزز اوف اسايتس نيفروتيك سيندروم يعني مريض اذا عنده هايبو البومينيما يصير ايضا ورينال فيلير هذه سيستميك كوزز احنا بقى نحن خلينا هاي الخريطه ببالنا قبل ما نسال الاسئله يعني نحن المريض نحن من ناخذ هيستوري يعني نبدي باسئله عامه نسميها open question يعني ما محددة إيه يعني نقول له tell me when you last felt well تسأله المريض تقول له آخر مرة أشقد كنت مليح يقول لك والله قبل أربعة أشهر كنت مليح بس أخير ثلاثة أشهر زين بدت الحالة مالتي تتدهور فأنت تسأله الفترة اللي صار بيها المرض حتى يعطيك الـ duration بالضبط المريض نوبات ما يقدر يعطيك يعني رقم بالضبط نوبات يقول لك 4 اسابيع 5 اسابيع 15 يوم يعني ما يقدر يحدد لك هي نوبات بالايام فانت تاخذها يعني رفلي فتقول له المريض هذا اشوق قد صار عندك زين هذا الوغم واشوق قد كنت مليح وانت المريض ما تقاطعه تخليه يتكلم تخلي المريض يتكلم زين الى ان تاخذ الهيستوري بشكل كامل بعدين تسأله سؤال الأخ هذا يعني tell me the progress of your health when you started to feel unwell بعدين قل له أنت من صار عندك بدأ عندك المشكلة ببطنك احكي لي الأشياء اللي صارت عندك يجوز يقول لك هذا الوغم يزيد مثلا أسبوع عن أسبوع أي واحد اثنين يجوز يقول لك الوغم معانه وجع يعني بطني توجعني abdominal pain ثلاثة يجوز يقول لك المريض عندي أنوريكسيا أنوريكسيا دكتور. يعني ما أربعة جزء ويت لوس جيد فإذا هذه الأسئلة المريض راح يتطوع أو يحكي لك إياه بس أنت إذا تشعك أسئلة بعد المريض ما كان حكاها أنت تكون تسأله شورت كويشن يعني أول مرة أسأله سؤال عام يتكلم 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 فالمريض من يعطيك الهيستوري ما شرط ينظم لك إياه مثل ما أنت في الأسيف كومبلينت وبريزنت إلنس وسيستميك ريفيو ودراج يجوز يقول لك مثلا انا عندي وجع بطني ورحت على الطبيب وطعاني غير دواء راسا يشط على العلاج او يجوز يقول لك انا قبل خمس سنين صار عندي نفس الحاله واخذت علاج وطبت وعملت سونار فانت تنظمها مثل ما نعطيكم اياه بالتسلسل present illness chief complaint systemic review past history drug history personal family and social history دكتور بس عبد الله شكيب هون نيجي بقى نسأل أسئلة تفضل أكو شيء دكتور عبد الله شكيب بس ممكن إذا أضيفه
زين زين ما يخالف. الساعة صورة واضحة. تمام دكتور. طلعت الصورة ماشي. اي نعم دكتور. زين. فإذا نحن نسأله سؤال مفتوح. ايش وقت كنت مليح واشنو هذا السويلنج يحكي لنا عليه؟ يعطيك معلومات. يعني اذا سبان لونج از ذا سويلنج، هاي كلش مهمه. الديوريشن مال الكومبلين جدا مهمه بعد ما تنسون. از ذا سويلنج بروجريسنج، ايش معناته بروجريسنج؟ يعني يقول لك اول مره بدا عندي الورم بالبطن بسيط، شعرت بطني منفوخه، او مثلا يقول لك الحزام مثلا كان قبل اخلينه على فلان درجه هسه شويه زاد، او بالبيت قالوا لي مثلا عندك شويه بروز بالبطن، يعني هالشيء. ويقول لك مثلا هذا قيزيد علي، يعني بدا مثلا عندي قبل 6 اشهر زين، بعد شهرين بعد شهر الاخ زاد اكثر، هسه من جيتوك كثر زين. فاذا هذا البروجريس مال الديزيز مهمه. وايز ذا سولينج از جنرالايزد اور فوكال. الابدومينال سولينج احنا حكينا عليه انه الاسايتس والفات والبريجنسي هاي جنرالايز، بس اكو فوكال سولينج. يعني لو بات مريض يصير عنده اوفيريان سيست يجوز بجهه وحده عنده سولينج، ومريض يصير عنده تيومر او يصير مثلا ميزنتريك سيست. فاذا هاي طبعا بالاكزامينيشن راح تعرفها، يعني من الدحق اذا مثلا سيمتريكال ابدومين تختلف عن لوكالايزد سولينج. از ذير اني اسوشيتد بين اور ديس نوبات مريضه يصير عندهم كومفورت؟ يعني من يصير عندنا ابدومينال بين، يعني مثلا نوبات الاسايتس، يعني خلينا نقول ما سيروسز والاسايتس مال نيفروتيك سيندروم والهارت فيلير ما يصير معها ابدومينال بين. بس اذا عندنا ابدومينال تيوبركلوسز او يصير ابدومينال بين. اذا عندنا ديسامينيتد مالجنسي يصير ابدومينال بين. اذا الفلو صار بينه انفكشن، يعني سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس، هم يصير عندنا بين. فالبين تعني اما وجود مثلا انفكشن او مالجنسي زين. ونوبات البين يصير مع الكونكتيف تيشو ديزيزز، يعني سيستميك لوبوس اريثيماتوسس بيريتونايتس مثلا زين. فاذا ممكن هذا البين يجوز يصير انفلاماتوري، يجوز يصير انفكتيف او مالجنس. هاي كلش مهمه البين. يعني طبعا اني اسوشيتد سويلنج، يعني نوبات الابدومينال سويلنج يجوز معانه فيشل سويلنج النيفروتيك سيندروم، يجوز معانه ليج سويلنج الكونجستيف هارت فيلير، رينال فيلير، ليفر فيلير. فاذا يو شود اسك اباوت سويلنج ان اذر بارتس اوف ذا بودي، هذا جدا مهم. ايضا من جمله الاسئله اللي نسالها بالبريزنت المس، دو يو نوتس ريسنت تشينج ان يور باول هابيت؟ يعني صار عندك كونستيبيشن، صار عندك تشينج، اي شيء له علاقه بالابدومين تسال على باول هابيت. اللي ممكن تكون نورمال ممكن يكون كونستيبيشن، وممكن يصير عندنا ايضا دايريا زين. فهذه يعني مثلا يجوز بالتي بي يصير عندنا دايريا زين. يجوز مريض عنده مالجنسي وصار عنده ابدومينال سويلنج، يصير عنده كونستيبيشن مثلا، ما ياكل زين، البول موشن ويل بي امبيرد باي ذا مالجنت سبريد. فاذا او مثلا انتستانال اوبستراكشن، يعني توبركلوسيس تعمل تشينج ان ذا باول هابت. يعني مريض اذا عنده سي اي كولون ترى ممكن يصير عنده دايريا وممكن يصير كونستيبيشن. وبالابدومينال تي بي احيانا يصير دايريا عنده. Do you notice any nodular swelling
يعني ويح يعني for example lymphoma يقول لك المريض والله صار عندي كم عقدي هوني تحت باطي أو عقدي بحلقي يعني cervical lymphadenopathy dominant يخلق. فإذا السويلينج خاصة إذا كان malignant ممكن له علاقة مع lymph node enlargement in other parts of the body، وهاي يصير عندنا بالmalignancy مثل ما ذكرتوا وبالتيبي. التيبي طبعا ممكن يعني يعطيكم كل الكلينيكال بيكتشر اللي تجيب بالك، يعني مو بس عندنا هيموبتسيز وكاف وفيفر، التيبي ممكن يعمل عندنا مينينجايتس، ممكن يكون ميليري توبركلوسيس، ممكن يكون كريبتيك يعني ما تعرف شلون يجيك مثلا فيفر بيو اوف انون اوريجين يعني باركسي اوف انون اوريجين، ممكن يجيك ابدومينال سويلينج، وممكن يجيك سكن ليجن، ممكن يجيك بون ليجن، وممكن يجيك post disease of the spine يعني يصير عندنا يعني cold abscess و necrosis of vertebra ويصير عندنا collapse و kyphosis زين، والمريض focal tendons يعني الباك المانيفستيشن ما تفاري كثير. أيضا نسأل عن المريض loss of weight أنا كلش مهمة، يعني المريض اللي عنده advanced systemic illness يصير عنده anorexia، اللي يصير عنده malignancy anorexia، أو التيبي أيضا يصير عنده anorexia. هذا سؤال جدا مهم على الويت. سؤال الآخر سأله على الفيفر، جدا مهم الفيفر، يعني مريض يجيك فيفر و abdominal swelling بيش تفكر؟ تفكر بmalignancy يعني lymphoma، تفكر بtuberculosis. فإذا هذا سؤال جدا مهم على الفيفر. Dyspnea as a result of the ascites and congestive cardiac failure. الهارت فيلير يعني من يصير عندنا عجز بالقلب، ممكن يصير عندنا سوائل بالبطن مثل ما سميناه ascites وليج إديما. وأيضا بالعكس الاسايتس من يصير يعني هيوج كميته كبيره أو يسموه تنس ascites أو هيوج انلارجمنت اوف ذا ابدومين، المريض يجي يخلك نفسي ضيق. ليش؟ لأن الفلويد داخل البطن يدفع الدايفرام لفوق وما يخلينه ينزل. تعرفون الدايفرام one of the main muscles of respiration تمام؟ فيصير عندنا ديسنيا، خاصة المريض إذا elderly أو هو سموكر الديسنيا ما راح تكسر. طبعا احنا يعني ذكرنا الأسباب العامة للأسايتس systemic illnesses, tuberculosis, malignancy، بس أكو أسباب أخرى. يعني for example pancreatitis. البانكرياتيتس طبعا هي بيها نوعين acute وchronic. الacute يجيك severe abdominal pain ونوبات يصير عندك pancreatic necrosis وhemorrhagic pancreatitis، نوبات يصير عندك acidic fluid سموها pancreatic ascites. هاي acute مريض تعبان. وممكن يصير بالchronic pancreatitis. ليش؟ أبو الكرونيك بانكرياتيتس يصير عنده استياتورية absorption يصير معانه هاي بروتين لوس أيضا لين يصير عندهم أسايت. وأيضا نحنا يعني مريض مثلا صار عنده abdominal injury for example أو مثلا perforated DU أبو البيرفوريتد ديو طبعا يعني مثل ما تعرفون أو بيرفوريتد انتستاين حالة مستعجلة يجي سفير أبدومنال بياني ودونه على الجراح، بس هذا احتمال تداور صحته يصير عنده أسايتس سفير أبدومنال بياني ودونه على الجراح يعني يصير بيريتونايتس. فالبيريتونايتس ممكن تصير نتيجة انتستاينال بيرفوريشن زين يعني سيبسيس. نوبات أكو أسايتس تصير نتيجة هي هم من الليفر ديزيز يسموها هيباتيك فين ثرومبوزي يسموها باتشياري سيندروم. شنو الباتشياري سيندروم؟ عندنا الهيباتيك فين اللي تطلع من الليفر وتطلع على السوبيريال فينا كافا نوبات تصير بيها ثرومبوزي، فالدم ينحصر ويصير ينحصر الدم ينحصر بالليفر، بس هي عندنا هندر هيباتوميجالي وأسايتس يعني بسرعة. مريض رأسا مثلا مريضة تأخذ كونتراسيبتيف بيل، مريض عنده ثرومبوفيليا أو مريض عنده مالignancy أو حتى بالسيروسيس زين يصير عندهم هيباتيك فين ثرومبوزيس. من يصير هذا الثرومبوزيس احتمال يصير عندنا هيباتوميجالي and ascites. وأيضا other causes يعني rare causes of ascites hypothyroidism
يعني هايبو ثايرويديزم ممكن تعمل عندنا اساسيتس، يعني ابو الهايبو ثايرويديزم يصير عنده فيشل سويلينج، يصير عنده ليج يعني مثل مكزيديما ليج سويلينج، ويصير عندهم ممكن يصير عندهم اساسيتس. فهاي اذر كوزز. طبعا احنا يعني من تاخذون هيستوري، هذه نحن اخذنا هيستوري مال بريزنت الموس. احنا يجي نعمل ايضا سيستميك ريفيو في السيستم، نسأل أسئلة اللي لها علاقة بالأبدومينال سويلينج، يعني نسأل المريض على الكاف والهيموبتسيز، لأنه مثل ما قلنا تيبي والماليجنسي يعملون كاف والهيموبتسيز ويجوز أبدومينال سويلينج. تسألوا المريض عنده تشيست بين، بابيتيشن، علاقة ويصا بالكونجستيف هارت فيلير، لأن أبو الهارت فيلير يعني ما رأسا أبو الاسكيميك هارت ديزيز ما رأسا يصير عنده هارت فيلير. يجي يقول لك مثلا 7-8 سنين عندي وجع بصدري واخذ علاجات وصار عندي جلطة قلبية يعني مايوكارديال انفاركشن وفترة عراسة الهارت فيلير، يعني ما راني يصير الهارت فيلير إلا إذا سيفير يعني انفاركشن، يصير عندهم on the long run يصير عندهم هارت فيلير نسميه اسكيميك هارت فيلير. فإذا عنده history of palpitation and chest pain وتعمل عندنا abdominal يعني ascites الهارت فيلير. أيضا نسأل المريض يعني النوم مالتك أشونه altered sleep pattern، ويعني المزاج مالتك والوعي مالتك. هاي ليش؟ لأنه بالليفر سيروسيس إذا أدفانس طبعا من يصير عندنا أسايتس بالليفر سيروسيس معناته عندنا هيباتيك فيلير، وأبو الهيباتيك فيلير نوبات يصير عنده يعني عنده ديستيرسنس نسمينه إيش؟ هيباتيك إنكفالوباثي. فإذا وأول ما يبدي عندهم أول ما يبدي مايل يجي المريض يقول لك النوم مالتي تخربط، يعني يقول لك أنا عندي قبل مثلاً أبو صفاء ونصبته بالكاب الكبد الفيروسي واحتمال هسه صار عنده يعني سيروسيس and liver failure. يقول لك هسه بالآونة الأخيرة النوم مالي تخرب، التركيز مالي ضعف، هي أنسب ساعة. فهذه بدايات الإيش؟ الهيباتيك انكفالوباثي اللي التعريف مالتها هي عبارة عن neuropsychiatric manifestation of advanced liver disease and liver failure. فإذا هذه أيضا نسألة بالأسئلة، يعني هاي نخليها مثلا بالجنرال كوشن أو أسئلة لها علاقة بالسايكاتري، زين نسموه mental state evaluation. mental state evaluation يعني نوبات سايكاتري كستري وهستري لها علاقة بالمود والأفكت مال بيشنس، ناخذ منها هستري فيدنا بالدياجنوزيس. يعني ممكن psychiatric manifestation might be due to organic diseases. فهذه لازم تخلوها بعد. لما نخلص السيستم ريفيو نجي على الباست هيستوري. مريض عنده abdominal swelling او مثلا عنده cirrhosis، يسألوا على past history of viral hepatitis، يعني صار عندك قبل ابو صفاء قال لك ايه والله صار، عملت فحص قال لك والله عملت فحص وقالوا لي عندك فيروس من نوع البي، لانه الايكوي ما يعمل هيباتيك فيلر ولا يعمل سيروسيس، يعمل هيباتيك فيلر بالاكيوت بس ما يعمل سيروسيس، يعني كرونيك ما يصير هيباتيتس، كرونيك هيباتيتس ما يصير بالاي، يصير بالبي وبالسي. زين فاذا تسالوا على هيستوري اوف باست ليفر ديزيزز، تسالوا على هيستوري قبل كن راجعت مستوصف مع التدرن، خنت اكو حد بالبيت عنده تدرن، كونتاكت يعني مثلا واحد عنده ميلدرلي بالبيت يقح، يوجد عنده تي بي يعدي الاطفال ويعدي الشباب ايضا. زين فهذه بالهيستوري كلش مهمه. وايضا نساله مثل ما قلنا هيستوري اوف اسكيميك هارت ديزيز، ليش؟ لانه الاسكيميك هارت ديزيز يعمل عندنا هارت فيلير والهارت فيلير يعمل عندنا اسايتس. وتسالوا على هيستوري مال هايبرتنشن، تسالوا على هيستوري مال هايبرتنشن لأنه الضغط من المعروف أنه يعمل كارديوميغالي، وليتر اون إذا ما عالجنانه يصير عندنا كونجستيف هارت فيلير ويصير عندنا أسايتس. زين طبعا حتى يصير عندنا أسايتس بالهارت فيلير يعني ما سهلي، ما شاء الله ما سهلي، ينغاد لسنوات، ينغاد لسنوات. بس ممكن بالأطفال يصير عندهم هارت فيلير بسرعة، يصير عندهم الأسايتس والهيباتوميغالي. الدايابيتس يجب أن تسأل ليش الدايابيتس، الدايابيتس شو يعمل السايتس؟ أول شيء عن طريق الاسكيميك هارت ديزيز، زين أثيروسكليروسيس يعمل كونجستيف هارت فيلير. وأيضا هايبرتنشن كلش كومن بالدايابيتس،
زين فيعمل عندنا اساتيس. ونوبات الدايابيتس يعني رير كوزز مرض نسمينه هيموكروماتوسيس يعني ترسب الحديد بانسجه الجسم، يعمل عندنا كارديومايوباثي وبنكرياتايتس وليفر فايبروزيس فنسمينه برونز دايابيتس يعني الشكل ماله برونزي. يصير عنده دايابيتس ومعاها يعني هايبر بيجمنتيشن اوف ذا سكين وايضا عنده ليفر سيروسيس وسكر. فهذا يعني شوف الربط يعني بين اسالك سؤال شلون تربط لنا الدايابيتس مع الابدومينال سويلنج؟ تجاوب مثل ما شرحت لك. هيستوري اوف رينال ديزيز، تنصح عندك قبل التهابات بالمجاري البوليه، تنصح عندك حصب الكلى، تنصح عندك تبول دموي زين، تنصح عندك تكيس بالكلى قبل تنقلوا لك اعمل السونار. فكل هذه ممكن تعمل عندنا رينال فيلير زين. شوفوا يعني الاسئله بس واحد يرتبها بدماغه وصي سالي، بس اذا واحد يجي عليه يفكر للوهله الاولى يشعره صعبه لانه الموضوع كلش مش شعب يعني له علاقه مع كل الامراض اللي موجوده بالجسم. بالفاميلي هيستوري تسال عندكم بالعائله امراض بالكبد مثل هيموكروماتوسيس هذا ذكرتونه، ترسب الحديد بانسجه الجسم، وحتى الويلسون ديزيز هذا واحد مال حديد والاخ مال النحاس، هذول اثنين اوتوسومال ريسيسيف. تسال على هاي الاسئله وتسألوا أيضا الهيباتيتس بي. الهيباتيتس بي قلنا بالباص السيري نسألها، بس ممكن الهيباتيتس بي الموست كومن كوز اوف هيباتيتس بي ترانسميشن هو فيرتيكال يعني من الأم إلى الولد. عندك والدتك مثلا مريضة عندها أمراض بالكبد زين، شوفوا شلون يعني ممكن الوالدة تنقل للطفل وبعدين من يكبر يصير عنده ليفر سيروسيس زين. وأيضا نسأل على فاميلي هيستوري مال تيوبركلوسز لانه ممكن يكون هذا فاميليا الواحد في البيت يعديه، او كولون كانسر. الكوزين ليش نسال احنا بالفاميلي هيستوري بالكولون كانسر؟ ليش نسال على الفاميلي هيستوري؟ ما يعرف يجاوب. يعني الفاميلي هيستوري لها علاقه بالكولون كانسر؟ هيريديتري دكتور، اكو عندنا هيريديتري فاميليال كويكوسز. عافيه، اكو عندنا جواب جيد. اكو عندنا يسموها هيريديتري نون بوليبوسيس كولون كانسر زين، فهذا ممكن يعمل عندنا هذا. واكو عندنا ايضا هيريديتري بوليبوسيس سيندروم، يصير مالتيبل بوليب تتحول الى كانسر زين، ويصير عندنا ايضا ميتاستاسيس واسايتس. فاذا الكولون كانسر يعني ممكن يكون اكوايرد وممكن يكون هذا ممكن يعمل عندنا هون هيريديتري. نحن كل هيستوري ناخذها لازم نسال على التريتمنت. المريض اي واحد يجيك يجوز يجيك اول مره ما كان اخذ علاج، يجوز يجيك كن شافونه 100 طبيب، من الطبيب اللي غشعك اشطعك دواء اشعمل لك تحاليل كلته يعني مانجمنت هيستوري يعني مو بس دراج. تاخذون الهيستوري مع الدراج ما بس تاخذون الدراج هيستوري، منو عالجك اشعمل لك تحاليل زين، وين صب دخلت اش اخذت زين، اش وصاك الطبيب زين، هذه كلتها سموها مانجمنت هيستوري يعني اوسع من كلمه الدراج زين. فنساله على الميديكيشن، طبعا اكو دراجز لها علاقه يعني تعمل عندنا مشاكل بالكبد وممكن تعمل عندنا سيروسيس مثل ميثوتريكسيت، هذا نستخدمه مثلا تستخدمونه بالماليجنسي، نستخدمه بالروماتويد ارثرايتس، نستخدمه بالانفلاماتوري باول ديزيز زين. كيموثيرابي ممكن اخذ علاجات كيميائي ما كيميائي ايضا لها علاقه، لانه ممكن كثير من الادويه الالكليتنج ايجنت تعمل عندنا هيباتايتس وفايبروزز. وايضا تسالون المريض يعني فاكسينيشن هيستوري، ان اخذت لقاح ضد البي زين جدا مهم. بالبيرسونال والسوشيال هيستوري هذه يعني جدا مهمه، نساله على الكحول، على الكحول كونسومشن، لانه عندنا الكوهوليك ليفر ديزيز، يعمل عندنا الكوهوليك يعمل الكحول يعمل عندنا فاتي ليفر، ويعمل عندنا الكوهوليك هيباتايتس، وممكن يعمل عندنا ليفر فايبروزز اند سيروسز اند هيباتيك انكفالوباثي. هاي مشكله كبيره بالغرب. طيب اسالوا على الكميه ونوع المشروب وكم سنه صار لك تشرب زين. يعني واحد اذا مثلا يحتسي الكحول يسمونه سوشيال درينكر، يعني مناسبات زين
يشرب كميه قليله ما يصير عنده هيباتاتس ولا ليفرسيروسيس. بس اكو جماعه يشربون يعني هسه مثلا بالغرب مسموح للامراه، نحن عندنا محرمه بالاسلام طبعا، الامراه يسمحوا لها تشرب 1 يعني 1 يونت، اليونت يعني 10 غرامات باليوم، الميل ما يسمحوا له اكثر من 2 كنصائح، زين 20 غرام زين. فهذا اكو مرضى يوميا يشرب له زين 4-5 يونتات او فقط بطلين 3 بيره ولفتره طويله، ممكن يصير عنده الكهوليك ليفر ديزيز. السموكينج هيستوري ايضا مهمه، لانه السموكينج له علاقه بانواع كثيره من الماليجنسي، وممكن هاي الماليجنسي تجي على البطن وتعمل عندنا ساتس. سيكشوال هيستوري كلش مهم، يعني اكو سيكشوالي ترانسميتد ديزيزز البي والسي والاتش اي في، هاي ممكن تنربط بالاسايتس. وايضا تسالوا على وظيفتك المريض ليش يشتغل، يعني مثلا اذا مريض واحد يشتغل بالاسبستوسيس ذولي على سطح السفن يصير عندهم لنج كانسر وميزوثيليوما وميتاستاسيس واسايتس، وحتى يصير عندهم بيريتونايتس. فالاكيوبيشن هيستوري جدا مهمه. نحن خلصنا بالهيستوري، نروح على الاكزامينيشن. الاكزامينيشن نعمل جنرال اكزامينيشن ونعمل سيستم اكزامينيشن، زين فندحق على المريض الجنرال ابيرس مالك الهيباتيك فيشز، عنده جوندس زين، عنده فيشل سويلينج مثلا بالنيفروتيك سيندروم، عنده انيميا، لانه الانيميا تصير بالماليجنسي تصير بالتي بي وصير بالادفانسد رينال فيلير، زين تعمل انيميا. زين ايضا اندحق على اليوكونيكيا بيضاض الاظفر نتيجه البروتين لوس بالسيروسيس، زين جلوبينج اوف ذا فينجر يصير مع السيروسيس عندنا مثلا، ويصير عندنا مع المالابزوربشن. البالمر ريسيما بالالكوهوليك سيروسيس، دوبترين كونتراكتشر بالليفر سيروسيس والكوهوليك، سبايدر نيفاي ندحق عليه ايضا بالالكوهوليك، تاتو مارك بس عنده هيباتيتس بي، لوس اوف هير ادفانس ليفر ديزيز عندنا غانيكوماستي اند لوس اوف هير. وايضا ندحق على الليمف نودز اللي موجوده بالاكسيلا البروين وبالنيك، يكون عندنا ليمفوما او ديسامينيتد مالجنسي. وايضا بالجنرال اكزامينيشن ندحق لا يكون يعني اكو عنده اوربيتال سويلينج، يكون عنده مثلا بري تيبيال سويلينج يعني ليج اديما، فممكن تكون الاديما جنرالايز نسميها انسار جنرالايز. خلصنا السيستميك يعني الريفيو مال الجنرال اكزامينيشن، نروح نجي على الابدومينال اكزامينيشن. تفحص الابدومينال اكزامينيشن عندك 4 محطات، انسبكشن بالبيشن بيركشن اند اوسكلتيشن. بالانسبكشن نشوف الابدومن سيميتريكال ولا الفلانكس ار فول، الامبلايكس اكو بين خليك ملون الطلبة انت خلي مكلتهم صار تأخير شوية.
نستأنف المحاضرة مالتنا. نحن عم نحكي في موضوع الجنرال اكزامينيشن. خلصنا الجنرال اكزامينيشن، نجي اكزامينيشن مال الابدومين. نشوف هذا السويلنج مال الابدومين سيمتريكال لو ما سيمتريكال، لوكالايز لو لا، البوزيشن مال الامبلايكس انفيرتد انفيرتد. نوبات من الكرونيك ابدومينال سويلنج يصير عندنا سيبريشن اوف ذا مسل، يعني الريكتس ابدومين يسموها دايفاريكيشن اوف ذا ريكتا، دايفاريكيشن اوف ذا ريكتا، يعني من تخلي ايدك تشوف فقد منطقه يعني كلش رقيقه المصل ما اتغطيها، يعني المصل يصير بيها سيبريشن يسموها دايفاريكيشن اوف ذا ريكتا. الدحق على الفينز انجورج لو لا، عندنا ابدومينال فين سويلنج، عندنا سكن ليجن كلش مهمه. فاذا هذا بالانسبكشن. والدحك ايضا اذا اكو عندنا سكار بالابدومين بالانسبكشن، سكار بالابدومين. بالبالبيشن، نحن بالبالبيشن ايش راح نعمل؟ نعمل اول شيء اكزامينيشن اوف ذا سايتس ترانسميتد بثريل وشيفتنج بلس، هاي لازم نعمل، هاي كلش مهمه. وايضا نعمل بالبيشن مال السبلين والليفر باي ديبينج ميثود، يعني من عندنا سايتس الطريقه التقليديه فحص الهيباتوسبينوميجالي صعبه ما تصير، فنعمل ديبينج ميثود، يعني تخلي اصابعك على سويلينج وتدوسه عده مرات بحركات سريعه، ديبينج ميثود يسموها. زين، يعني طبطب عليها هالشكل بصيبعك بس ماشي الا صيبع، يعني دائما على البطن هي وتدوسه عده مرات، تغشع الليفر يروح ويرجع على ايدك، السبلين يروح ويرفع مرتين، فيسميها ديبينج ميثود. فإذا بالأسايتس سميها ديبينج ميثود. عفو دكتور، بس عندنا كم طالب بعد؟ نعم دكتور، مو ما مشكلة، ما هو مشكلة. طالب واحد بس. نعم دكتور ملاذ. زين زين، هسه طلعت الصورة. اي نعم دكتور. زين، فإذا قلنا نفحص البطن بالبيشن نشوف اكو ترانسميتد ثريل، لو اكو شيفتنج دلنس، لو اكو سكار، زين باي انسبكشن، لو اكو عندنا هيباتوسبينوميجالي. الهيباتوسبينوميجالي حقيقه نفحصها عن طريق الديبينج، ما عن طريق التقليديه، يعني تدوس اصيبعك وتقول له خذ نفس ما ترهم. زين، البيركشن ينفعنا، بالبيركشن ايش ينفعنا؟ يصير ضل، يعني انت اذا عندك ابدومينال سويلنج وبينو غازز من تعمل بيركشن راح يصير تمباناتي، بس اذا عندك فلويد راح عندك ايش؟ زين، دلنس بس فلانكس وشيفتنج دلنس لما المريض تقلبه على وعلى اليسار. فاذا بالبيركشن جدا مهم نشوف الدلنس مع الفلويد. زين، الاوسكالتيشن نشوف البول ساوند، ينفعنا بالبول ساوند، يعني اذا عندك انتستانال مثلا او باراليتيك ايليس نوبات ما تسمع البول ساوند بالباراليتيك ايليس اذا ابدومينال سويلنج، بس اذا عندنا ميكانيكال اوبستراكشن بالبدايه يصير عندنا بريستاسس كلش قوي، يعني تسمع عده يعني شو اسمه فريكونسي مال البول ساوند تزداد. هي نورمالي من حد الاربعه الى ستة مثلا بالدقيقة تصير اكثر، 10 واكثر. زين، والسماعة تخليها بالرايت لك فوسة عن طريق الدايفرام وتنتظر فوق الدقيقة، يعني ما راسا نشيله حتى تسمع الساوند، اقل شيء تنتظر دقيقة.
طبعا احنا يعني من الاسايتس من نفحصها قلنا نفحص الجنرال واللوكال اكزامينيشن مال الابدومن. بس انت من يجيك لون كيس يعني ما بس تفحص الابدومن، تفحص الكارديوفاسكولار والريسبيراتوري والنيرفس لانه هم لها علاقه. الكارديوفاسكولار سيستم قلنا كونجستيف هارت فيلر تعمل اسايتس، فشوف البالس بلاد بريشر جي في بي اذا اكو عندنا مرمر، الريسبيراتوري اذا عنده كريبيتيشن كراكلز، اذا عنده ويزز، اذا عنده دلنس مثلا، لان نوبات الاسايتس يصير معاها بلورال فيوجن خاصه بالرايت سايد. الاسايتس ممكن يصير معاها بلورال فيوجن، وكذلك بالسيستميك يعني ابو الهارت فيلر يجوز يصير عنده بلورال فيوجن واسايتس، والنيفروتيك سيندروم والرينال فيلر نفس الشيء. فاذا تفحصون التشيست المريض لا يكون عنده ديمينيشت بريس ساوند، لا يكون عنده دلنس بون سايد، لا يكون عنده ديكريز فوكال ريزونانس ان فريميتس اللي هي ساينز مال البلورال فيوجن، يجب ان تنتبهون عليها. والنيرفس سيستم قلنا ممكن نحن المريض عنده هيباتيك انكفالوباث يعني كونفيوزد، ما يعرف مثلا منو المعانو التوقيت ايش قد داتو ايش قد صالو ما يعرف، زين ديس اورينتد تو بليس اند بيرسونز اند تايم. زين عنده ابراكسيا، يعني الابراكسيا هي عباره عن ابنورمال موفمنتس يعني ديستربنس ديس اورجانيزيشن اوف موفمنت. الاجنوزيا هذه يسموها هاير سيريبرال فانكشن اكزامينيشن، اجنوزيا وابراكسيا يعني تختلف عن الموتر والسنسوري سيستم اي مال بريفرال. زين اجنوزيا اند ابراكسيا، الاجنوزيا يعني اشياء لها علاقه بالحس، يعني مثلا تقول له امسك هاي بيدك زين وغمض عيونك ما يعفشني ما يعفشني، زين يعني ما يعرف هاي ساعة مثلا بيدو لو قلم، هاي يسموها أجنوزيا. الأبراكسيا تقول له مثلا هذا القلم القدامك زين شيل هذا الدفتر واكتب عليه اسمك ما يعرف يعملها، إيش عشون هاي يسموها هاير سيريبرال فانكشن إكزامينيشن، هاي يسموها أبراكسيا يعني ما لها علاقة مثلا بالباراليسز وما باراليسز هاي تفحصوها العادي، هاي يسموها أبراكسيا. تقول له قوم تطوع على الباب تسده وتقعد ما يعرف يعملها، يعني أشون الستيبس of movements has been neglected or يعني not known by the patients، ما يعرفها. تاسع من تعمل أي شيء مريض مثلا تقول مريضة مثلا تقول له اعملين فلان طبخة ايش تعملين، زين قل لك كذا كذا كذا، هاي يعني higher cerebral function من توحى القابلية يسموها أبراكسيا. على كل إن هذا موضوع خاص يعني مع السي إن إس. فلابينج ترومر تفحصه ساينز أوف ليفر فيلير، زين. ونوبات بالإنكفالوباثي يصير عندنا يعني بابنسكي ساين بوزيتيف يعني يسموها أب جوينج تو. فإذا السي إن إس شوفوا السيستم من نفحصها كلها لا علاقة أيضا بالأسايتس. هسا مثلا يجيكم مريض، يجيك مريض يعني نعم نعطي سيناريو 50 years old farmer non smoker non alcoholic non diabetic non hypertensive has been admitted into this hospital with a gradual swelling of the abdomen for the last 3 months with little discomfort but no pain. هذا انت من تعمل سمري، هو نفسه سنه هذا المريض حكينا عليه نفسه، وهذا ابو ثكي شو عنده abdominal swelling. فمن تقدم الهيستوري مالتك هذا مختصر طبعا يعني يصير عندك فرق التركيز على هالنقاط اللي موجودة بالبداية. يعني نعمل له سمر إذا abdominal swelling is not associated with dependent edema، يعني ما عنده مثلا إديمة بغجلينه ووتشو facial puffiness ماكو، ولا عنده breathlessness، ولا عنده hematemesis، ولا عنده ملينة، ولا عنده weight loss، ولا عنده pain. The patients give no history of chest pain. هاي بالهيستوري ما عنده chest pain. Palpitation but notice change of sleep pattern، يعني غشع أن النوم مالته تخربط. غشع شلون؟ The patient has no past history of tuberculosis. نتيجة على past history، هذا طبعا على نفس المريض، ما عنده history of TB، ولا عنده مرض بالقلب، ولا عنده hypertension، ولا عنده renal disease، بس كان صار عنده viral hepatitis قبل 7 سنين. زين؟ But he does not know viral status، يعني ما يعرف هذا من نوع البي لو سي لو الاي. No significant family history، ما عنده لا هيموكروماتوسيس ولا ويلسن، ولكن اخذ ادويه قبل.
من فحصناه لهذا المريض، طبعا هذا انت هتقدم الهيستوري، هي هاز هيباتيك فيشز، زين يعني عنده جوندس، عنده انيميا، عنده سبايدر نيفاي خمسي، عنده غانيكوماستيا، عنده تستيكولار اتروفي، بط نو اذر بوزيتيف فايند. وفحصت البطن مالته وشعت عنده السايتس شيفتنج دلنس اند ترانسميتد فريل، والسبليم مالته كونكبل. هاي انت هتقدم الهيستوري هسه. So my provisional diagnosis أشنو؟ من نسألك يا أبا أشنو هذا؟ Because this is a chronic liver disease. So, فهذا يعني السيناريو اللي حكيناه مثلناه بمريض حتى تقدرون يعني يصير عندهم تصور على النقاط اللي ذكرناها وتمشون عليها بالبداية. يعني history تأخذ present، تأخذ past، systemic review، family، personal، alcohol smoking، social history، job مالته، الوضع الاقتصادي، وعلى examination نعمل له general examination، نعمل له abdominal examination، ونجي نعمل له أيضا examination of other system، لأنه ممكن أبو liver disease يصير عنده hepatic encephalopathy. زين ممكن الأساتس مالته نتيجة congestive heart failure، يوز عنده مرمى، ممكن عنده renal failure أو عنده polycystic kidney disease. صورت شلون؟ أنا أسألك أقول لك هذا المريض إيش تعمل له فحوصات؟ أنت هذا يعني provisional diagnosis من الهيستوري، بس حتى تتقرب يعني أنت تخلي مثلا differential diagnosis قلنا heart failure، renal failure، TB، cirrhosis، بس من تجي على الانفستيجيشن راح يعمل لك narrowing of the differential diagnosis حتى يوصلك إلى السبب الحقيقي، تعمل له complete blood picture ويسر. ممكن المريض عنده أنيميا، ممكن عنده هاي اس ار بالتي بي، ممكن عنده مثلا اليوكوسايتوسيس اذا عنده بريتونايتس، تعمل له بلاد يوريا ترتفع اذا عنده رينال فين، بلاد شوغر، دايابيتس. زين قلنا له علاقه بالاسايتس عن طريق الهارت فيلير الهايبرتنشن وعن طريق الهيموكروماتوسيس. اي مريض عنده اسايتس لازم تعمل له الكترولايتس الصوديوم والبوتاسيوم، لانه كلش مهمه. يعني مريض عنده ليفر ديزيز وعنده هايبوكاليميا يصير عنده هيباتيك انكفالوباثي احتمال. زين وايضا هاي ممكن تصير من الدايريتكس اللي خياخذها للاسايتس. تعمل له ليفر فانكشن تيست اي اس تي اي ال تي الكالين فوسفاتيز بيلروبين البومين اند بروثرومبين تايم، هاي كلش مهمه. يعني الليفر فانكشن ما بس ليفر انزيمز، بيلروبين معاها انتبهوا، والبومين لانه الكبد يصنع الالبومين، وبروثرومبين تايم مع الفيتامين كي. أبو الليفر ديزيز عنده بليدنج تندنسي، فهي لازم تعملوها. تعمل له فيرال ستدي، هيباتيتس بي سي دلتا فيروس. تعمل له التراساوند اوف ذا ابدوم، كلش مهم، يعطيك الاسايتس هاي وحدي، ويعطيك الحجم مال الكبد والسبلين، واذا اكو سيست او مالجنسي او سيكندري او ليمف نود انسايد ذا ابدوم او ماس، كله تطلع بالتونار. واللي يطلع لك هي أفضل بعد السي تي سكان، يعطيك الموقع مالتها والديفينيشن والديتيل مالتها، خاصة إذا استخدم الكونتراست معاً. أي مريض عنده أساتس تعمله تشيستكس، لا يكون عنده تيبي، لا يكون عنده بلورال فيوجن، لا يكون عنده كارديوميجالي من الهارت فيلي، وعمله إي سي جي، لا يكون عنده أتريال فيبريليشن. يعني ممكن مريض عنده أتريال فيبريليشن يصير عنده ثرومبوز باتشياري سيندروم، زين او يصير عنده بليدين من الوارفرين. زين فاي سي جي مانداتوري. ونقطه جدا مهمه، يجب ان تفحصون الاسيتيك فلويد، يسمونه ابدومينال باراسنتيسيس. الاسيتيك فلويد لازم تعرفون هذا ترانسوديت اكسوديت، يعني بحاله مثلا الهارت فيلير والرينال فيلير والليفر فيلير يصير عندنا ترانسوديت، بينما اذا عندنا مالجنسي او توبركلوزيس يصير عندنا اكسوديت. وعندكم فقط شيء يسمونه الساب، سيرم ألبومين، سيرم ألبومين أسيتيك فلويد جريدينت. إذا يطلع هذا الرقم مالته أقل من 11 معناته عندنا بورتال هايبرتنشن وليفر ديزيز، إذا طلع أكثر من 11 معناته ما له علاقة بهذا المرض. زين يعني جوز أذر كوزز. زين فيسمونه هذا الساب. زين يعني يطلع لك البروتين بالسيرم، تنقصه من البروتين الألبومين اللي موجود بيش بالأسيتيك فلويد. زين
فاذا طلع اكثر او يطلع اقل من 11 رقم 11 يعني نحن عندنا اخذ الجرام بالليتر زين. فاذا مريض مثلا عنده السيرم البومين مالته مثلا فاقد اللي نقول 3 قليلي طبعا يعني نورمالي اكثر من 3.5 والاسيتيك فلويد البومين مالته يعني 30 الثلاثه 30 والاسيتيك البومين مالته مثلا طلع عنده مثلا 5.50 يعني 5 كلش قليلي فال30 ناقص 5 او 10 قد يطلع اكثر من 11 معناته هذا عنده بورتال هايبرتنشن وعنده ليفر سيروسس اذا تطلع اكثر من 11. اذا مريض مثلا عنده الالبومين مالته 6 بالهارت فيلير نورمال ما بينوش او 5 50 يعني والاسيتيك فلويد مالته مثلا طلع فقد الالبومين مالته فوق الثلاثة او 4 اذا تنقصه راح يجوز يطلع اقل من 11 فتقول هذا من الهارت فيلير زين. وتقروها عندكم بالمحاضرة حتى تفهموها. أنا سعد أحكيها بشكل سريع بس تقرون هذا يسمونه الساد SAAG هذا نسألكم بينه بالامتحان سيرم ألبومين تنقصه من الأسيتيك فلويد ألبومين إيش قد يطلع أكثر من 11 أو أقل من 11 تقرون الأسباب مالتها. وأيضا الفلويد ما بس نحسب البروتين بينه نحسب بينه سيلز نسبة الجلوكوز بينه بكتيريا نعمل له كلتشر لأنه مثلا إذا عندنا بيريتونايتس بالليفر سيروسيس سميها سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس النيوتروفيل اكثر من 250 بالمليمتر المكعب وشي عندنا بالكلتشر يطلع عندنا بكتيريا المريض شي عنده ابدومينال سويلينج واسايتس وابدومينال بين هو اوريدي عنده اسايتس وشي ابدومينال بين وفيفر معناته صارت بيريتونايتس. فاذا الاسيتيك فلويد اكزامينيشن جدا مهمه واحيانا نلجا الى الليفر بايوبسي حتى نشوف الستيج مال ليفر فايبروزيس هل عنده هيباتايتس ما عنده ونوبات بالهيموكروماتوسيس او حتى بالمثلا اوتوميون هيباتايتس نشخصها عن طريق الايش الليفر بايوبسي. وكثير من الحالات ما نعرف التشخيص المريض نعمل له لابروسكوبي باللابروسكوبي ندخل الناظور عن طريق فتحه بجدار البطن ونعمل له سي او 2 زين نعمل له غاز زين نحقن له غاز وتفحص الأبدومن من جوا تشوف أكو ميتاستيسيز أكو فقد مثلا نيكروتيك فوساي مع التوبركلوسيس تأخذ منه بايوبسي. فنوبات عندنا يعني بالخاصة بالأبدومن التوبركلوسيس اللايبروسكوبي كلش مهم حتى يوصلك للتشخيص. وإذا عندنا أبدومن الليمفوما أو بالسامنيات المالينانسي كلش ينفعنا بالتشخيص. يعني هذا يعني فهد نبذة مختصرة وسريعة طعناكم بعض التفاصيل ببعض المحطات عن المريض عنده abdominal swelling أشون تأخذ الهيستوري أشون تفحصه أش تعمل له investigation. أنا لي حد هوني أقف يعني من ناحية إعطاكم الشرح بس أنتظر يعني أي سؤال من عندكم أو أي استفسار أنا مستعد أجاوبه. ففكروا بالمحاضرة إذا عندكم أي سؤال أي استفسار شيء ما افتهمتمه وما واضح غامض مستعد اجاوبك مو هسه عندنا بعد وقت. دكتور تفضل. دكتور بس علاقه الدايابيتس ميلايتس مع الابدومينال سويلنج ايش هي؟ ايه الدايابيتس يعمل عندنا اسكيميك هارت ديزيز ونوبات هايبرتنشن معانا فالهايبرتنشن والدايابيتس يعملون هارت فيلير وشيغا سايتس. الكرونيك بانكرياتايتس ممكن يصير من الهيموكروماتوسيس الهيموكروماتوسيس يعمل عندنا دايابيتس ويعمل عندنا ليفر سيروسيس هذا العلاقة. ايه another question ها طلاب ماكو أسئلة؟ دكتور الساك الساك كونسنتريشن هو الألبومين اللي نسحبه بالأمينو سينثيسيس إيه. هذا تقرأها بالمحاضرة تفحص الألبومين بالجرام بالليتر داخل السيرم وتسحب الفلويد مال البطن وتطلع الألبومين مالته بالجرام بالليتر وتنقص واحد من اللاخ زين. إذا يطلع أكثر من 11 أو أقل من 11 زين له علاقة يعني إذا أكثر من 11 معناته هذا من الليفر ديزيز زين.
اقل من 11 معناتها الكوز علاقه بالبورتال هايبرتنشن او ليفر ديزيز، معناتها اذر كوزز. فيفرق لك يعني يفرق لك بين الترانسوديت والاكسوديت، لانه عندنا بالليفر سيروزس عندنا الحقيقه ترانسوديت، بينما اذر كوزز عندنا اكسوديت. يعني المريض اللي عنده مثلا خلينا نقول هارت فيلير، الالبومين مالته ليش يقل؟ ما يقل زين، بينما المريض اللي عنده ليفر سيروزس الالبومين مالته يقل، فتطلع النسب مختلفه. فتقروها هاي بالمحاضره عندكم زين، طلعها بالناقص هاي يعني ما بيها تقسيم. بينما عندنا بالبلورال فيوجن عندكم الاكسوديت والترانسوديت تقسم، اذا يطلع اكثر من نص او اقل من نص تروحون تقروها زين، يفرق لك بين الاكسوديت والترانسوديت. بينما هوني عندنا هاي المعادله بالناقص ما بالتقسيم، هاي تخلوها ببالكم حتى تتذكروها مليح. بعد another question، طالبات ما عندكم سؤال؟ بالنسبة لل causes of يعني hepatic failure ممكن أنون ما نصل للتشخيص أنه إيه، يعني أنت نوبات يجيك مريض يعني عنده liver disease، هو مشخص liver disease يشخص، بس أشنو الكوز مالته جوز ما تعرف. نحن قبل كنا نسمينه idiopathic cirrhosis، بس هو لازم أكو فرق السبب، يجوز أكو مثلا فقد أعشاب خاصة تحملها، أو فقد infection فيروس ما اكتشفنانه، ما شرط هو بي و سي. ونوبات يصير من الدرج، الدرج يدوسي هيباتيتس زين، فبيه أسباب إيه يعني نوبات. إحنا الليفر ديزيز ما 100% نعرف أسبابه كلها، سموه إيديوباثي. كان قبل يعني نسبة الإيديوباثي كثيرة، هسا يجوز فقد 20% ما نعرف السبب ماله، بس لها علاقة أيضا بالفاتي ليفر ديزيز، لأنه الفاتي ليفر ديزيز يعمل عندنا فاتي هيباتيتس، يعني استياتو هيباتيتس يعمل عندنا ليفر سيروسس. يعني ذوي الاسمان يترسب عندهم الدهن بالكبد، ممكن هذا الدهن بالكبد يعمل هيباتيتس ويعمل عندنا ليفر سيروسس، اللي هو سبب كلش قوي بالسيروسس هسه بالغرب في امريكا واوروبا. وحتى عندنا بدا عندنا هون نحن عملنا علينا بحث ايضا، شفنا الفاتي ليفر كلش منتشر عندنا خاصه عند الدايابيتس والميتابوليك سيندروم. دكتور الفاتي ليفر ما يصير بالبريجنسي هم؟ ايه هذاك يسمونه فاتي ليفر في بريجنسي، اكيوت فاتي ديجنريشن. ايه بس يختلف هذاك فيتد، يعني اذا ما تعمل ابورشن وترمينيشن اوف بريجنسي شي ويل داي، يسمونه اكيوت يلو اتروف زين. فالبريجنسي معاه امراض كثيره، واحده منها فيصير عندهم مايكرو فيزيكولار استياتوسيس. مايكرو اكو ماكرو فيزيكولار، هذول يصير عندهم مايكرو فيزيكولار استياتوسيس. يعني اذا تعمل بايوبسي بالليفر تشع الخلايا تحتوي على يعني سيركلز اوف فات من تليفات. ليش يصير هذا المرض ما حد يعرف سببه، قليل. ويصير يعني نوبات يصير بالفيرست بريجنس كلش اكيوت يلو اتروفي اكيوت فاتي ليفر از فيري دينجرس. If you don't terminate the pregnancy, the patients will pass. ويعمل هيباتي يعني يعمل أكيوت ليفر فيلير، لأنه الليفر فيلير ممكن تكون كرونيك وممكن تكون أكيوت. Another question. ماكو سؤال طلاب؟ تمام دكتور عاش سيدي. يا حتى البركة، إن شاء الله نتمنى نكون استوعبتم المحاضرة واستفدتم منها، بس يا ريت الأمور تستعدل، يا ريت الأمور تستعدل حتى نشوفكم مريض عنده أسايتس وجوندس نفحصه بالردها. إن شاء الله إذا صار الوقت متاح وفرصة نأخذكم على الردها. أوكي إن شاء الله، إن شاء الله يا أهلا وسهلا، إن شاء الله يا أهلا وسهلا. إن شاء الله نستودعكم ونتمنى لكم السلامة والموفقية بإمان الله. الله يبارك فيك.